لان دار البارود تكون زياره ان شاء الله لهذا المركز ديال البارود. ندخلوا من الباب نديو مصاريف الاداء اللي هي 20 درهم من الدخول، وكاين الانكيشي او الصندوق المره الثانيه اللي نطلع لهذا المركز. ربما شركة اللي كتسير منظر رائع من هنا. إذن الدخول في قلعة دار البارود. هذه الساحة الأولانية بعد الدخول، والدخول بالأداء 20 درهم. هادو مدفعيين، كانت الحيط كلهم مدافع ما قبل سنة 1919 طبعا، 1919 اللي غينقلوا عدة مدافع من هذا المكان، خرجوهم داوهم إلى مكان فرنسا. عندنا هذا مجسم ديال تصميم برج دار البارود. ندخلوا من الفضاء واحد. برج المراقبة. هذا برج المراقبة. الحيط غليظ بزاف. إذن المدخل اللي دخلنا منه والمكتب اللي غتقطع منه تيكي، وكدوزا في الخطاري باش هذا ما نقدرش نطلع على ديك السور مع الرياح قوية. هذا شط اليوم المدافع ومن مليوحين. ثم نشوفوا هاد اللوحات اشنو فيهم. حاول ما امكن نعطي الشمس باش نبين هاد الشيء مزيان. هذا صور البطوات اللي هاد الصواريخ اللي ما غادي يكونوا في اخر ديال الفيديو صوره صوره. هذا احدى الصور القديمه لصور طنجة القديمه. اذن اللوحه كتحكي ما بعد سنه 1684.
تاريخ دحر الإنجليز، خروج الإنجليز اللي داموا هنايا 20 سنة، احتلال الإنجليز لطنجة من 1662 إلى 1684. هذه اللوحة كذلك تحكي خلال طنجة خلال فترة الاحتلال البرتغال من 1471 إلى 1662. إحدى الخرائط القديمة طنجة في عهد الوسط، لم يتبقى من السور الذي كان يضمن حماية المدينة خلال الفترة العتيقة سوى بعض بضع أمتار من الحجارة. هذه كذلك إحدى الخرائط القديمة. إذن مدفع من البرونز محمول فوق عربة حديدية ومجهز بمغلاق مسطح ومقبضين وركيزتين دوران ومزين بنقشية. هذا المدفع البرونزي اللي يعود القرن 17، من النصف الأول من القرن 17، المدافع البرونزية اللي كانوا تقريبا مستفين في كل على طول الجدار، كيحكي بعض القصصات انه كان كامل على الحدود ديال برج دار البارود، يوم تهزوا تنقلوا من هنايا سنة 1919. الابراج كاين هاد التيكي باش قطعنا 20 درهم للشخص الواحد. الصعود إلى البرج آخر اللي فيه عدة مجسمات هنايا، فضاء مثالث اللي كتبين الخريطة ديال المكان. ساحة سعود أبريل، باب الجناية، باب رحبة الزرع، كاترين ليدر، برج الإيرلنديين، باب المكان، باب الدباغ، ساحة الدباغ، باب البحرية، باب الديوانة، باب برج دار البارود، باب البحر. إذن هذه الخريطة ديال طنجة القديمة، جنان قبطان، ضريح ابن بطوطة، ثم الخروج منه إلى كاسا كابيتول. دار البارود، حي دار البارود هو هذا الجزء اللي كانت وجدوا فيه مجسم تحصينات طنجة. برج النعام، باب البحر، برج السلام، باب البحرية اللي كان سميها مدخل دار الدباغ، هي اسمي ديال باب البحرية. كذلك باب دار الدباغ، باب ميركان ديال المفوضية الأمريكية، برج كاترين،
باب الجزنة هنا، باب حبط الزرع، باب القصبة، برج بن عمر، جامع كبير، سبوه بسبابة شحيد ديال الصبا، جيت وقيلة في 2019 على ما أظن، 2019 كان فتحت هذا المركز دار البارود، إلا أن عاود تعام تغلق مرة أخرى اللي هما اكتشفوا هاد الأماكن من جديد. هذا البناية كانت هنايا، اللوحة هنايا بقايا أثرية للنشب تحت أرضية يعود التاريخ إلى عهد مولاي الحسن الأول أواخر القرن التاسع عشر، ماشي بزاف إذا كان حسن مع المركزات ما يعود للقرن العاشر، يتكون الأعلام من أربع غرف ممرين متوازيين، كان هذا المكان يتم فيه تسجيل الذخيرة والخبائث دفاعيا للمدفعين الضخمين أمسترونغ. هذا نادى فريق تشغيل المدافع، إذا قيد مياه معاون قيد مياه إلى حدود سنة 1959 كان مازال هذا القيد
الحرب الحرب الاسبانيه الفرنسيه. المعاون مكلف بالشحن المدفع، معاون مكلف باشعال الرب، معاون مكلف بتنظيف في جوف المدفع. طلب عمليه تجهيز المدفع والشحنيه واطلاق القذيفه واستعمال عدد من الادوات والمهارات يمكن ايجازها فيما يلي: استخدام المغرفه الخشبيه ذات الذراع الطويل والوعاء الكبير لقياس كميه البارود الممكن حشوها في المدفع لاحداث الانفجار، وذلك قبل وضع القذيفه قبل ان تعوض بكيس البارود المصنوع من القماش. استعمال مدركه او مطرقه لدك البارود في جوف المدفع وادخال القذيفه في فوهد المدفع. حشو القليل من مسحوق البارود في فتحة التفجير بمؤخرة المدفع بعد شحن المدفع بالبارود والقذائف، ثم يتم إشعال النار فيه بواسطة فتيل إشعال مثبتة بمقبض طويل، وهكذا يتم إحداث التفجير وإطلاق القذيفة. تنظيف فوهات وجوف المدفع بواسطة مكنسة ذات مقبض طويل، وبمجرد إنجاز عملية إطلاق القذيفة لإزالة بقايا التفجير وإعداد المدفع للشحن وإطلاق النار مرات متعددة. هذا منطقة، هذا المركز يعود تاريخه أو بصمة التاريخ ديالو في الجهاد الإسلامي المحلي. على طول هذا الجدار كان يقولوا بأنه كان كامل بالمدافع البرونزية. اليوم ترفدوا تحيدوا سنة 1919. مدفع أمسترونغ هما أربعة مدافع ما تستعملوش بتة مرة واحدة. هذه إحدى الخروج إلى حي دار البارود. افتتاح هذا المركز متحف صغيرة باقي مشدودة. في أحد ياك؟ لا لا. ناخذ واحد الصورة ديال هذا المقهى الصغيرة. رياح قوية، والبحر هائم. مجسمة تضحية للمحاربين عبر العصور. إذن غادي نخرج من هذا المركز. إذن خرجوا من هذا المركز، الريح بزاف.
بدات زياره هذا المتحف هذا نمشيو ودن هو دار البارود وجزء من المنظومه الدفاعيه لطنجة القديمه كذلك لتخزين البارود. برج دار البارود متواجد بالمرسى تتوسط ساحتها بدفاع الأمستر الذي يجلب سنة 1880 من طرف الحسن الأول. البرج عنده تسميات، البرج الثاني في الأعلى كان يحمل اسم برج بريشة نسبة للقائد بريشة. البرج الثالث هو برج شاشون، هو أحد قادة في نهاية أحد القادة في نهاية القرن التاسع عشر. المدافع البرونزية هما اللي تسرقوه سنة 1919، تهزو ما نعرفين تحولوا. توجد يعني داخل هذا البرج في غرف اللي هما تستعملوا في بداية القرن العشرين مشفى لعلاج داء السل ومحجز كذلك لحجاز مرضى السل. استقبل هذا المكان حوالي 755 حالة مرضى المسلمين، كانت قوة استيعابية تفوق مستشفى بن شمول والمستشفى الإيطالي الإنجليزي جميعا في تلك الفترة. سنة 1915، إذن سنة 1915 سيتم إلغاء إلغاء الأحباس الأبراج، وهي الميزانية التي ترصد من الأوقاف لصيانة وتجهيز الفيلق المجاهدين، منهم فيلق المرابطين، فيلق المجاهدين، فيلق الترجية. احتلال طنجة كان سنة من طرف البرتغال، كان سنة 1471 إلى خروجهم سنة 1662. غيسلمون طنجة الإنجليز اللي داموا هنايا حوالي 22 سنة ديال الحرب. تم طردهم سنة 1684. ولا ننسى الإشارة إلى أن برج عمير المتواجد في اتجاه طريق مرقالة كان برج عمير حتى هو تابع لهذا البرج، متواجد في طريق مرقالة الذي تم تدميره عن آخره من طرف الشركة الفرنسية التي أنجزت ميناء مرفأ تيتان سنة 1927. برج عمير الذي تعرض مرة للقصف من طرف فرنسا سنة 1944 بعد الهجوم الفرنسي على مدينة طنجة. دار البارود جزء من تاريخ المدينة والمغرب كله وجهة البحر. في سنة 1828 قررت البندقية التابعة للإمبراطورية الموسوية التوقف عن دفع الجزية للقراصنة المغاربة للسماح لسفنها بالإبحار بسيناء في البحر الأبيض المتوسط، وكان القراصنة المغاربة يهاجمون السفن في البحر الأبيض المتوسط التابعة للدول الغربية التي لا تدفع جزية للقراصنة لقاء مرورهم بسلام. فقام القراصنة المغاربة بمهاجمة السفن التي ترفع عدم النمسا، وردا على ذلك قام قسطنطين الموسوي سنة 1829 بدك الموانئ المغربية العرائس والصلاة وتطوان، وقد قام القسطنطين الإنجليزي بدك طنجة كذلك. إذن هذا تاريخ جزء قليل التاريخ، وهذا الجدار الخارجي لبرج دار البارود. أمام هذا المقطع في هذا المكان أمام هذه الرياح الباردة، إلا نودعكم إلى لقاء آخر إن شاء الله. البرد ما عليا إلا غادي نمشي دابا 11:30 اليوم 4 مارس 2020 11:30 بالتوقيت المحلي.